فيديوهاتنا قاعدة تزيد والمحتوى المفيد قاعد يزيد من عندنا بشكل جدا كبير، فلا يفوتك أي شيء منه، كن مشترك وفعل زر الجرس. شركة أبل قاعدة تطور المعالج اللي يمكن يجيب لنا خصائص إضافية على الآيفونات اللي قربت، وبالتأكيد نتكلم على موضوع جديد من سامسونج يبين أنه الفولد يمكن يكون أقرب من تصوراتنا للإطلاق الرسمي، وكم كوب قهوة ضرك لو انت شربت في اليوم بالضبط، يعني عدد الكواب اللي في اليوم خاصه في رمضان وضعنا يحتاج لنا قهوه. يبينا نشوف بالضبط كم كوب حسب احد الدراسات اللي بتكلم عليها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف وحلقه جديده من العلوم والتقنيه. نبداها باول الاخبار المحليه. الاكاديميه السعوديه الرقميه بدات المعسكر حق علم البيانات، معسكر جديد. هذا المعسكر يمتد ل 19 اسبوع، وهذه المبادرات ما هي موجوده ابدا في كثير من دول العالم، بالعكس لقيها مره نادره انه يستحدث لك معسكر. المعسكر يكون مجاني بالكامل مدة 19 أسبوع، تتكلم على علم البرمجة وتوجه للإندستري 4.0 اللي قاعد الوزارة تسعى له، وزارة الاتصالات تقنية المعلومات اللي هي نفسها متبنية هذا المعسكر وكامل التكاليف. ولا ننسى الأكاديمية لما استحدثت من مهامها إقامة المعسكرات والبيانات، يمديكم تسجلوا، والموضوع جدا جميل. عندكم الرابط بحط لكم إياه في وصف الحلقة، يمديكم تسجلوا في هذا المعسكر. عندكم أشياء مرة نوعية بتصير، ويبغى لكم بالفعل تجتهدوا لأنه نقلة جذرية في حياتكم حتصير لو سجلتوا في معسكر علم البيانات. دراسة في أحد الجامعات في جنوب أستراليا تأكد أن شرب 6 أكواب من القهوة ممتاز طبيعي عادي ما يأثر على الجسم. الزيادة عن 6 أكواب هذه اللي يمكن تعرض الإنسان لمخاطر في القلب ومخاطر في الدورة الدموية. ليش؟ لأنه القهوة ترفع ضغط الدم، ورفع ضغط الدم بزيادة مع زيادة عدد الأكواب بتأثر على القلب وبتأثر على الأوعية وأشياء كثيرة في الجسم مما قد يسبب الأمراض. الدراسة شملت أشخاص عندهم أمراض قلب وأيضا شملت أشخاص طبيعيين، فلاحظوا إنه زيادة عن 6 أكواب في اليوم هذه زيادة تسبب مشاكل جدا كثيرة. ولو تكلمنا عن 6 وأيضا الدراسة وش نوع القهوة اللي شملته وش نوع نقدر نقول حجم الكوب اللي شملته، هذا التفاصيل ما هي موجودة بشكل كامل حسب المعلومات اللي الحين قاعد أبحث عليها. هنا نقدر نقول الاعتدال والتوسط بشرب الأعداد حق أكواب القهوة هذا هو الشيء الحسن، ودائما الاعتداد في كل أمر هو اللي يجيب لنا الصحة بإذن الله. الشركة المؤسس لفيسبوك في نيويورك تايمز طلع وقال أنه لازم تتقسم فيسبوك وإمبراطوريتها، واتساب لحال، انستغرام لحال، وايضا فيسبوك لحال، ولازم نقلل من اعداد الاقسام اللي موجوده او الصلاحيات اللي موجوده، لان القوه الهائله اللي عند مايك زكربرغ مالك هذه المجموعه شيء يخوف ويدعو للقلق. رد عليه مارك زكربرغ بشكل رسمي وقال انه ابدا انت الحل اللي اعطيتنا اياه لا يعني ولا يرتبط في حجم فيسبوك والامبراطوريه بحد ذاتها، وقال اذا انت تبحث عن الديمقراطيه في فيسبوك وشركاتها اذا لازم تدور على حلول مختلفه. نعم ما تحس انه مارك معترف انه فيسبوك امبراطوريه بكل شيء فيها، كيف ما يعترف عندهم فيسبوك عندهم انستغرام وعندهم واتساب، تخيلوا كميه البيانات اللي تمر من عندهم وايضا كميه الناس المسجلين عندهم، يعني كم واحد في بيانات اسماءنا ناسنا اهلنا كلها موجوده في فيسبوك وانستغرام وتويتر ولا وين واتساب الخربط في المنصات. فهذه البيانات كلها ماذا تعني؟ تعني قوه هائله، والى الحين الكونغرس الامريكي وكثير من الدوائر الحكوميه ونقدر نقول القطاعات اللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه قاعده تحاول تشن هجوم شبه مدروس على فيسبوك وصاحبها مارك زكربرغ. ليش هذا الهجوم؟ لأنهم قوة ضخمة في عدد الناس، ودائما نتكلم على البيانات وجودة البيانات وتوفرها هو الذهب الجديد، هذول أكثر ناس عندهم ذهب فيسبوك إمبراطورية فيسبوك. اكتشاف خلية تسوي جرائم عبارة عن سرقة شرائح، بس تسوي سرقة شرائح، ولكن من سرقة الشرائح تقدر تستولي على أسلوب التوثيق اللي قاعدين نرتاح معه اللي هو التوثيق الثنائي في دخول المنصات. الشبكة هذه وجدت في أمريكا وأيضا مسكوا مجموعة ضخمة منها كانوا موجودة في أمريكا وأيرلند. هذول الأشخاص كانوا يحترفوا سرقة الشرائح الإلكترونية من الشركات، فنقل البيانات من شركة لو من الشريحة القديمة إلى الشريحة الجديدة بالتعاون مع ناس موجودين في شركات الاتصالات، من رشاوي كانت تمشي وهي تضبط الأمور أو كان يضبطوا عليهم سكامز حقت الاتصالات. هل تعرفوا سكامز الاتصالات؟ الحين نتكلم عليها، ولكن خلنا نخلص الخبر ذا وأقول إنه ينقل الشريحة، فيجي الشخص المحتال اللي سرق الشريحة يضبط الدخول الثنائي على أحد المنصات، من خلالها يقدر يحصل على وصول أكسس لنفس هذه المنصة والمحفظة الإلكترونية حق
حقت الشخص اللي استهدفه، وكانت أكبر عمليات السرقات تكون على الكريبتو كارنسيز، العملات المشفرة، الأموال اللي جنوها أكثر من 2 مليون دولار. تمت المحاكمة أو بالأصح تم القبض عليها، والمحاكمة جارية، وأيضا كل الأشخاص اللي سندوهم في شركات الاتصالات هيتعرضوا للسجن لمدة تزيد عن 10 سنوات كل واحد فيهم، بس أساس أنه ساند في هذا الأمر. وعلى سيرة الاحتيال، سمعتوا عن نصابين الانترنت؟ هذه سلسلة جديدة استحدثتها على نفس اليوتيوب. من خلال السلسلة أعرض بأسلوب قصصي بعض التجارب اللي مر عليها الناس من نصب واحتيال وكانوا ضحايا لنصابين ومحتالين في الانترنت. القصة الأولى شاركناها وكانت قصة محروم ومطيعة، فشوفوا القصة أعطوني رأيكم عليها. ودكم نحط قصص أكثر زي كذا ولا لا؟ شاركوا في التصويت. وأيضا أرجع وأذكر، إذا عندكم قصة ولا شيء بكل بساطة يمديكم تشاركوها معنا من خلال إيميل info@tpprod.com، هو الإيميل الرسمي اللي فيه كل حاجة تقدر تسووها معنا بإذن واحدة. ولما سألناكم الحلقة الماضية تبوا مراجعة على البيكسل 3A، كان التصويت متساوي نوعا ما، 54% وكمان الثاني 45%. فيا جماعة أوكي، أنتوا حددوا هل بالفعل تبوا مراجعة ولا لا؟ يعني من جد من جد من جد من قلبكم فكروا في شراء الجوال والفلوس اللي بنخسرها والشيء اللي بيصير. ود كذا عارف أن التصويت بيكون لمصلحة ما حد يبيع، والخسارة اللي حنطيح فيها إذا اشترينا هذا الجهاز. ودكم ولا لا نسوي مراجعة؟ أعطوني بصدق ماذا يعني لكم الموضوع. اي من جد التصويت اللي بعده هو اللي فيه همه، اللي هو اوكي خلنا اول شيء نتكلم عن خبر الفوشيا، فوشيا او اس، واحد او نقدر نقول الرئيس احد الرؤساء الاساسيين اللي موجودين في جوجل زلق لسانه وتكلم عن فوشيا او اس انه قادم قريبا وانهم بشكل رسمي حيطلعوا هذا النظام. النظام كان بين التحكمات وبين الاخبار المسربه وبين الاشياء الحقيقيه واللي غير حقيقيه حتصير من شركه جوجل. جوجل عندها نظامين اساسيين اللي هما الاندرويد وايضا الكروم او اس، كروم او اس لللابتوبات والاندرويد جوالات. فوشيا الهدف منه نظام واحد، هذا النظام يمتد من الجوالات لللابتوبات ويصير منظومة واحدة عليها نفس النظام. كثير من الشركات حاول تكسر الدائرة وتضبط هذه المعادلة، إن يكون عندهم نظام تشغيلي واحد، هذا النظام يمتد لكل الأجهزة وما يكون فيه شيء للجوالات وشيء لللابتوبات. فعندكم أبل عندها الماك أو إس وعندها الآي أو إس، عندكم ويندوز، مايكروسوفت عندهم ويندوز وعندهم ويندوز موبايل الله يرحمه، وعندكم أكثر من شركة تسوي نفس النظام مهما صغرت أو كبرت عبر التاريخ. فهل تتوقعوا أن فوشيا بينجح؟ ما أدري، ولكن حسب كلامه فوشيا قادم. وفوشيا شيء ثاني اللي تأكد من زلة لسان الآدمي أنه يمكن ما يكون المشروع الضخم الكبير اللي احنا متوقعينه، مجرد تجربة، وإذا نجحت التجربة بعدين يمكن تمتد. هو مشروع جانبي قاعدين يقوموا فيه جوجل، والهدف من هذا المشروع يمكن جس نبض ومحاولة، ويمكن فيز تجريبي من الفيز التجريبي بعدها يعلنوا التبني الحقيقي لو كان موجود. الحين نجي للتصويت اللي ذكره أحمد قبل شوي ومسألة شراء السامسونج فولد. التصويت اللي صار طبعا نبيه، 64% منكم قال أصرف 2000 دولار، أصرف 2000 دولار 64% قالوا، و 35% قالوا حرام تضيع فلوسك. غريبة يعني 35% بس، جماعة ايش فيكم؟ فلوس غالية، شهر الخير شهر رمضان، اعطونا تصويتكم مرة ثانية. هذا التصويت الثاني للأمر، التصويت الثالث جاي نهاية الأسبوع، نشوف المعادلة كيف حتكون بعد ما خلصت 3 تصويتات. فإن شاء الله الجالكسي فولد جاي، لأنه دي جي كو من سامسونج مع أحد وسائل الإعلام الكورية قال أنه قريب بيجي الجوال وما حيتأخر كثير. ما حد يدري متى بالضبط التاريخ اللي هو في باله، ولا حد هيعرف متى التاريخ اللي في باله. الشيء المتوقع والمأمول من كلام دي جي كو انه اعلان التاريخ الجديد لإطلاق السامسونج جالكسي فولد حيكون ان شاء الله خلال شهر مايو. اعلان التاريخ الجديد حيكون في شهر مايو، بس متى الجوال يجي على كلامه اذا ما حيتأخر كثير، خلونا ننتظر ونشوف. وايضا بالتأكيد الناس يمكن اللي سووا طلب مسبق وصار عليهم الانتظار يمكن يحصلوا على تعويض ما بطريقة أو بأخرى. يبغانا ننتظر ونشوف، ورجعوا للتصويت اللي قبل شوي ذكرنا. شيئين معروفة فيهم أبل، أسعار المنتجات المرتفعة يحق لهم، وأيضا لو تكلمنا على شراء الشركات الناشئة والصغيرة والشركات الناجحة، فهذا الشيء قاعد يتم بشكل جدا كبير. من بداية السنة إلى الحين أو نقدر نقول خلال 6 شهور الأخيرة اشترت أبل حوالي 25 شركة.
أبل عندهم استراتيجيات كثيرة ومجالات كثيرة في التجارب. يعني مثلا لو تكلمنا على السيارات تلقائية القيادة، قاعدين 3 سنوات نطحن ونتكلم في هذه السالفة ولا صار أي شيء للحين، ما شفنا الشركة فعليا. ونعرف أنه أبل شغالة على مشروع زي كذا ولكن ما أعلنوا عليه، وكل ما احتاجوا حاجة في هذه المنظومة استحوذوا على شركة من الشركات اللي جابوها زي شيزام، زي شركات في الـ AR، شركات في العدسات، شركات تطوير ذكاء صناعي، قاعدين يطوروا بشكل كبير. عساس تعرف القوة المالية حقت أبل، تعرف كم عندهم كاش؟ عندهم أكثر من 200 مليار دولار كاش. كاش ليش؟ مدري. كاش ما يبغوا يحولوها، يبغوا كاش. تصويت جميل الحلقة الماضية يبين روحكم الجميلة لما سألتكم تبون نعيد ونغطي مؤتمر أبل، أكثركم 75% قالوا لا خلونا نعيد ونشوف. يا من جد مبسوط أحمد، مبسوط، ما في دوام يوم في رمضان أو بالعيد، فيبغانا إن شاء الله نعيد بإذن الله حسب هذا التصويت. هذا التصويت لن يعاد ولن يعطى الخيار لأحد فيه، ولكن هذا هو القرار، قراركم، شكرا لكم. وآخر شيء أرجع للشيء الثاني اللي معروفة في شركة أبل، الأسعار المرتفعة. فنعم خلال السنوات قاعدة أسعار المنتجات من شركة أبل ترتفع، وبالتالي كثير من المنافسين قاعدين يرفعوا أسعارها معاكم. فأنتوا لو تخيلوا عندكم زي نتكلم على شاشة قطعة قماش، قماش لو سحبتها في النص هتلاقيها هنا في النص مرتفعة هذه القماشة، وباقي الشركات قاعدة تروح معاهم في نفس هذا الارتفاع ويلحقوهم في هذا التطور. هذا التطور ما أقدر أسميه تطور، أقدر أسميه زي الرتم السوق. والأسواق معروفة أن كل ما تضخمت ووصلت إلى مرحلة الإشباع الساتوريشن، هذه الأسواق تبدأ تلعب على وتر السعر بحيث أنهم يقدروا يستحوذوا على عملاء أكثر أو أموال أكثر من خلال البيع والربح الأعلى، وليس من خلال نقدر نقول بيع الكميات الأضخم. فالساتوريشن قاعد يتحقق بشكل فعلي في العالم كله في قطاع الجوالات الذكية، وبالذات لو تكلمنا على الدول العربية وأمريكا. بالشرق الأوسط وأمريكا في تشبع جدا كبير، ولكن مين تتوقع أكثر دولة لسه أو أكثر واحد من الاثنين اللي ما صار فيهم تشبع وما عندهم مشكلة في شراء أجهزة جديدة؟ بكل بساطة نتكلم على منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد لو تكلمنا على الخليج. هنا هذه المنطقة عندهم قدرة شرائية عالية، فبالتالي قاعدين يحفزوا السوق أنه يستمر في بيع الأجهزة ورفع الأسعار للأسف. وننتقل على آخر خبر، المعالج القادم لنفس الآيفونات يمكن يكون A13، وأبل نوعا ما أعطت الأمر في بدء الصناعة أو تصنيع هذه المعالجات. أبل من عادتها هي تسوي الأركيتكتشر، الهندسة المعمارية حقت المعالجات، وهذه المعالجات تصير تبنيها أحد الشركات شركائها. عندهم فوكسكون، عندهم سامسونج، عندهم شركات كثيرة يسووا هذه المعالجات. فالA13 حيجي بقوة عالية، والA13 متوقع أيضا يكون هو المعالج المختار على الثلاث أجهزة القادمة من شركة أبل، جهاز الخليفة للآيفون 10S ماكس، الجهاز الخليفة للآيفون 10S، وأيضا الجهاز الخليفة للآيفون 10R. كل الثلاث أجهزة هذه بتحصل على المعالج القوي الجديد، وهذا المعالج يمكن يحمل قدرات إضافية، منها قدرات يمكن شفناها في السوق زي الشحن العكسي اللاسلكي. هذا الشيء اللي شفناه من سامسونج وأيضا شفناه من هواوي على جوالاتهم. فننتظر ونشوف هذه الأجهزة اللي مفروض تجيب لنا قدرات جيدة من الآيفونات، وأيضا أتوقع كلنا متأكدين يمكن يكون السعر أعلى. نهاية الفيديو كل فيديو لا تنسونا من دخول الديسكفري، دخول نفس القناة الخاصة فينا على سناب شات، روح زوروها وشوفوها، فعندكم على طول يمديكم تشتركوا فيها، وأيضا فعلوا زر الجرس، لازم نفعل زر الجرس في الأخبار لأنه واضح أنه ما قاعد توصل أخبارنا لكل الناس المشتركين معنا. نهاية الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.